لان الاعلان الدستوري اللي طلع بيقول ان يتم التعديل، فلي يعني لمماصره يعني يتم السياق ان خلاص اللي بيتم تعديل الدستور لكن هو في حقيقته هو بالفعل دستور جديد. افضل ان كل حاجه تتعمل بالجديد للجديد، او الفكر الجديد، وما الناس اللي جايه جديده ديت فكرها فين؟ ايه الفكر الجديد اللي انت جاي لي بيه؟ الفرق بينك انت وبين دول، الفرق بين تلك وهذا يعني. فلازم انت جاي جديد يبقى كل حاجه جديده، تبقى الارضيه كلها جديده. دستور جديد. احنا عايزين نعمل دستور جديد لينا من اول وجديد. قاعدين نافع ولا دستور جديد؟ دستور جديد يبقى يغيروا اللجنه. يغيروا اللجنه؟ خلاص يعدل الدستور، ايه المشكله؟ هو لو عمل واحد جديد من اوله لاخره مش هتكون نفس المواد هي هي؟ نعمل دستور جديد افضل. لا الافضل طبعا دستور جديد. لا يتعدل 2012. نعدل 2012. لا هو دستور جديد افضل، والكلام ده اتقال من الاول يعني. وبرضه انا لا اعترف غير بالدستور اللي تم الاستفتاء عليه في 2012، في بدايه 2012، وكل الشعب استفتى عليه واقرناه في عهد الدكتور مرسي. الدستور اللي هو كان موجود في عهد الدكتور محمد مرسي هو ده اللي يمشي. حذف كافه المواد اللي بتنشئ حزب على اساس دين، ده رقم واحد. رقم اثنين، حذف اي ماده بتدي سلطات واسعه فضفاضه لرئيس الجمهوريه. لا احنا مش عايزين نغلط الغلطه اللي حصلت قبل كده في 25 يناير. هو لابد الاول ان الدستور يتاسس، وفيما اما فيما يتعلق بان برلماني او رئاسي، لكن بالافضل طبعا ان يتم الانتخابات البرلمانيه في البدايه وبعدين انتخابات رئاسيه، على اساس ان يبقى من السهل ان يتم الحزب اللي هينجح في البرلمان يبقى ده ممكن يتم الترشيح واحد منهم كرئيس جمهوريه، وده زي كل دول العالم. ان الحزب اللي ليه الاغلبيه هو اللي يبقى يتولى كرسي الرئاسه، الحزب اللي ليه الاغلبيه، عشان احنا كمان نقدر نشوف ان في حاجه جديده. وبعدين مش كل حاجه بقى نقدر نشوفها، بس لا احنا عايزين نلمس بقى الحاجات الجديده دي ايه، الناس اللي جايه لنا دي جايه هتعمل ايه، ايه اللي هيعم بقى بالبلد دي كده يعني، ايه اللي هيعم علينا. نبدا بقى طالما عملنا خلاص بقى، عملنا ثوره جديده بحياه جديده، نبدا بقى نحط كل الحاجه اللي احنا كنا نعملها ثورة يناير نبدأ نحطها من دلوقتي، لأن إحنا خلاص ثورة يناير وهم ركبوا الثورة ومسكوها ومسكوا الدولة والكلام ده كله. دلوقتي لازم يتعمل اللي إحنا كنا هنعمله في 2011 في 25 يناير، لازم نعمله دلوقتي، اللي هو توافق شعبي، كل الأحزاب تحط الدستور، كل الناس تحط الدستور. لازم يبقى أنا ليا ميزة وكل الناس يبقى ليها مميزات، مش هتجاهل ناس معينة وهبقى ماسك ناس معينة، لا لازم الدستور يتحط عشان يبقى كل الشعب يمثل كل الناس. ان هو موافق للشعب كله. ما نهوضش بقى اللي عجبنا واللي ما عجبناش، نعمل حاجه على ابوها، سيبنا من التلقيع ده. الطير الاسلامي اللي حريص على الماده الثانيه، هو احنا كلنا مسلمين يعني، وعارفين ازاي نكون حريصين على ديننا وعلى اخلاق ديننا. ليه؟ ما دام فيه رئيس تعزل او اتشال او سقط، يبقى سقط معه دستوره. وبالتالي لابد من دستور جديد علشان حتى ايه؟ يبقى فيها عهد جديد وفيه ولاية جديدة. لو الدستور ده اللي هيتعدل، لو في مواد وحشة هتتشال، هم شالوا كام مادة؟ ده شالوا مواد كتير. كانوا عدلوه، كانوا عملوه جديد. دستور جديد؟ بلجنة جديدة. لا ولا لا. نعم. باختيار لجنة جديدة. الدستور اللي هو 2012 يعدلوه، عشان في بعض المواد الناس كلها معترضة عليه. بس يبقى عليها توافق، يعني التعديلات يبقى عليها توافق.